إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من نعم الله العظيمة، من نعم الله العظيمة التي يغفل عنها الغافلون ولا يقدر قدرها المحرومون، نعمة القرآن، نعمة القرآن، فهو كلام رب العالمين، وهو فخر المسلمين وعز المؤمنين، فيه خير الدنيا والآخرة، وسوف يسألنا الله عنه يوم القيامة: هل قمنا بحقه فانتفعنا بما فيه من الآيات والذكر، وهل اتبعنا هديه فارتفعنا، أم هجرناه ليكون حجة علينا؟ قال سبحانه وتعالى: وإنه، أي القرآن العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ومن سوره الكريمة، ومن سور القرآن العظيمة، سورة كريمة، وهي سورة مكية عظيمة، آياتها 8 آيات، فيها عبر وعظات ودروس وبشارات، فيها العناية الإلهية والرعاية الربانية. إنها سورة الشرح. يقول الله تعالى، يقول جل وعلا في مطلعها ممتنًا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نوسع قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة. وإن أعظم أسباب شرح الصدر استقرار الإيمان في قلب الإنسان، انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال التي يبحث عنها كثير من الناس في أرجاء الأرض، هي في كتاب الله تبارك وتعالى، بتحقيق الإيمان بالنظر في كتاب الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كما أن ضيق الصدر أثر من آثار الضلال عن الدين والبعد عن رب العالمين. قال جل وعلا: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، هذا هو الاكتئاب والحزن الذي ينتاب كثيرا من الخلق بسبب بعدهم عن الله تبارك وتعالى، إما البعد الكلي والضلال الكلي بالكفر والضلال والانحراف عن الفطرة، أو بالغفلة وبالضلال الجزئي، وهو الغفلة عن الإيمان والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، فتتكاثر أمراض الاكتئاب ونوبات القلق، والعلاج بين أيدينا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والمؤمن أيها الكرام، والمؤمن في انشراح دائم، سواء كان في نعمة أم في ابتلاء، لأن حاله لن يخرج عن أحد أمرين: إما شاكر وإما صابر. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،
أي غفرنا ذنبك الذي أثقل ظهرك. قال أهل اللغة: أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمع له صرير من شدة الحمل وثقله. أيها المؤمنون، المؤمن تتعبه الخطايا، المؤمن صاحب القلب الحي، القلوب الحية تتعبها الذنوب وتتعبها الخطايا وتثقلها الذنوب حتى يتخلص منها بالتوبة والاستغفار والفرار إلى الواحد القهار. ورفعنا لك ذكرك، قال جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أعلينا قدرك وشأنك وجعلنا الثناء الحسن، وصار اسمك وصار اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وصار اسمك شهيرا في المشارق والمغارب، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمر القرون وتتعاقب الأجيال وملايين الشفاه تذكر اسمه الكريم مع الصلاة والتسليم والحب والتعظيم، إنها مرتبة لم ينلها أحد من العالمين إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال قتادة رحمه الله: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، أي إن مع الضيقة والشدة سعة وغنى بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه بشارة عظيمة، بشارة عظيمة ووعد عام لجميع المؤمنين، فكل عسر وكل ضيق وكل كربة سيتبعها يسر وفرج ونصر بإذن الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد. ثم كرر الله تعالى تلك البشارة لعباده في السورة نفسها، قال بعدها: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كررها مرة أخرى، وهذا تأكيد للكلام ليكون أقوى، ليكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر. وقد جاء العسر معرفا في الآيتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر في الآية الأولى هو العسر في الآية الثانية، لأنه جاء معرفا فهو واحد، واليسر جاء منكرا، فإن مع العسر يسرا، يسرا يعني جاء من غير التعريف، جاء منكرا فهو متعدد. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عبد الله بن عباس، قال: يقول تعالى: خلقت عسرا واحدا، خلقت عسرا واحدا، وخلقت يسرين، ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. من رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسر لنا وسخر لنا يسرين في مقابل العسر الذي نقابله في هذه الدنيا. وكل الحادثات كما قال الشاعر: وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في خاتمة سورة الشرح مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من شواغل الحياة فاجتهد في العبادة والدعاء. فانصب أي فاجتهد في العبادة والدعاء، ولا تكن ممن إذا تفرغوا اشتغلوا بالمعصية وأعرضوا عن ربهم. فالمؤمن صاحب القلب الحي، المؤمنون أصحاب القلوب الحية، المؤمنون الذين قلوبهم يقظة وقلوبهم حية، يتنقلون من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة، كما قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فليس للعمل الصالح انقطاع عند المؤمنين إلا بخروج هذه النفس التي تتردد بين جنوبهم، فإذا خرجت هذه النفس حينئذ ينقطع العمل. فإذا فرغت فانصب، أي تفرغ للعبادة والدعاء، ولا تشتغل بمعصية أو بغفلة وإعراض. وليس أجمل من وقت تدع فيه أشغال الدنيا وهمومها خلف ظهرك لتخلو بين يدي ربك. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب، أي فارغب إليه في جميع أحوالك. الرغبة والرهبة هذه من أعمال القلوب، من العبادات القلبية العظيمة، أن تكون راغباً في ثواب الله جل وعلا، راغباً في الجنة، طامعاً في الجنة، لديك رغبة في ثواب الله وجزائه، فارغب إليه في جميع أحوالك، واجعل رغبتك إلى الله وحده لا إلى غيره، فلا تطلب حاجاتك إلا منه، ولا تسلم وجهك إلا له، ولا تعول في جميع شؤونك إلا عليه، ولا تفوض أمورك إلا إليه سبحانه وتعالى. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتزودوا من معاني القرآن، وتخلقوا بأخلاقه، وافرحوا به، واشكروا الله عليه. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والدور، وصلاح الأئمة وولاة الأمور. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.
اللهم أصلح ديار المسلمين وأوطانهم، اللهم رد المهجرين إلى ديارهم، وارفع الظلم عن المظلومين، وفرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، ونفس كرب المكروبين، وارفع الضر عن إخواننا المتضررين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.